اخبار اليوم. نوره دبي، المهرجان دبي السينمائي. ميرسي حبيبه قلبي. اشكرك. يمكن حضرتك مش مشاركه السنه دي باعمال، بس انت حضرتك مشاركه بوجودك انك جيتي المهرجان وبتتابعي فعالياته. قولي لنا ايه اللي لفت نظرك في الدوره ال 12، وايه اهم الاعمال اللي انت حضرتيها وحزت اعجابك؟ والله كل الاعمال اللي انا شفتها جميله، يعني فيلم الاماراتي بلال، والفيلم الفلسطيني الهاني ابو اسعد، وفيلم نواره المخرجه الجميله هاله خليل، وطبعا فيلم الاستاذ محمد خان، وفيلم الافتتاح فيلم الغرفه كان فيلم رائع. يعني انا استمتعت بعده افلام، فعلا ثقافات مختلفه وسينما فعلا مختلفه، استفدت وتعلمت واستمتعت في نفس الوقت. وهم الحقيقه عاملين مهرجان فعلا يعني منظم ومهتمين قوي باختيارات الافلام، مهتمين بالضيوف، كل يوم في احتفاليه جميله. يعني مهرجان فيه رواج بتستفيدي سينمائيا وثقافيا وسياحيا، لانه بنقضي وقت جميل فعلا في البلد. هم مختارينه كمان في توقيت رائع، يعني الوقت ده احلى جو في الامارات، فالناس كلها مستمتعه فشيء جميل. اكيد تكريم الفنانين المصريين السنه دي والسنه اللي فاتت فنان نور الشريف الراحل، تقول لنا ايه برضو عن تكريم الفنانين ونجوم المصريين؟ طبعا السنه دي كنا سعداء جدا، وبيتكرم استاذنا الفنان الكبير عزت العلي اللي احتفلنا بيه، وكنا سعداء جدا بهذا التكريم. والسنه الماضيه الله يرحمه النجم الاستاذ العظيم نور الشريف، وكل سنه احنا معهم. يعني مصر موجوده بفعاليه كبيره في مهرجان دبي. انا اخر سنه كنت موجوده معاهم، كنت مشاركه بفيلم 1-0 في المسابقه الرسميه، والفيلم اخذ جايزتين، وكنا سعداء جدا جدا ان مصر بتاخد جايزتين. فدايما مصر موجوده في مهرجان دبي الحقيقه بقوه، واحنا بنبقى سعداء. يعني انا بتصور السنه دي يمكن اكبر وفد مصري انا شفته في سنه كان السنه دي، فشيء جميل طبعا تواجد الفنانين المصريين. واحنا اصل الارتباط اللي بقى بيننا وبين الامارات بقى كبير بعد الفتره اللي مرينا بيها والظروف الصعبه وقفتهم معانا، بقى ليهم مكانه خاصه جدا عند المصريين. طول عمرنا بنحبهم بس زاد جدا الحب ده. ف يعني جميل ان احنا معاهم في مناسبات جميله، حاجه ثقافيه وفنيه وسياحيه وكل شيء جميل، واتمنى دايما مصر تبقى معاهم بقوه. يحسب لحضرتك اني مش نجمه بس كبيره واحنا بنقدرها، بس حضرتك كمان في الوقت اللي تراجع فيه المنتجين خوفا على راس مالهم، انت كنت بتقدمي وبتجازفي براس المال كمنتجه كمان. كلمينا على التجربه دي، وهل انت كفنانه ومنتجه في الفتره اللي جايه اختياراتك وتوجهاتك الفنيه هتختلف بعد الثوره والاحداث اللي احنا مرينا بيها؟ شوفي، معروف عني ان انا مغامره جدا ومجازفه جدا، وكل اختياراتي مختلفه ومفاجاه. انا لسه منتهيه من فيلم من انتاج يوم للستات، وتاخر الفيلم. عايزين نعرف ايه سبب عدم نزول. لا، اخذ وقت كتير قوي في التصوير، ودلوقتي واخد وقت برضه في التحضير عشان يخرج للعرض. يعني لكن هو الحقيقه فيلم صعب، يعني المخرجه الله يكون في عونها، فيلم صعب جدا جدا جدا، لكن هي مخرجه اكتر من رائعه، وانا سعيده بيها قوي، كامله ابو ذكري. وبتوقع ان الفيلم ده هيكون حاجة جميلة تبقى مشرفة لمصر ولكل الوطن العربي في أي محفل دولي، لأنه حقيقي كتابة هناء عطية كتبت لي قبل كده خلطة فوزية، والفيلم أخذ 17 جايزة فعلا. ودلوقتي معايا برضو هناء عطية في يوم للستات، ومعايا المبدعة كاملة أبو ذكري اللي برضو الفيلم اللي قبل يوم للستات 1-0 أخذ 50 جايزة. فأنا معايا اتنين جامدين قوي كتابة وإخراج، ومعايا أهم نجوم، يعني أسماء كبيرة جدا، محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار، أحمد داود، والستات أنا ونيلي كريم وهلا صدقي وسماح أنور ونادي السباعي. أعتقد إن مفيش منتج يقدر يجمع العشرة دول، 10 نجوم ونجمات بهذا الحجم في عمل واحد، هيكون صعب عليه جدا. يمكن هم عملوا ده عشان خاطر إلهام شاهين، يعني زملائي، وأنا بشكرهم جدا لتواجدهم في الفيلم ده، وكلهم هيبقوا سعداء بالنتائج، وكل واحد عامل دور جميل ورائع. هي بطولة جماعية رائعة، فأتوقع 2016 هيكون عام رواج سينمائي، كاملة أبو ذكري وهالة خليل ومروان حامد داخل يصور ويسري نصر الله داخل يصور. فأنا شايفة 2016 هيبقى عام مميز جدا سينمائيا إن شاء الله. إيمانك بناهد سباعي لسه كانت بتكلم على حضرتك وبتقول دي بنوتي حبيبتي. ناهد حقيقي ممثلة كويسة جدا، وبتعرف تلون نفسها في الأدوار، وجريئة ولذيذة ودمها خفيف، أنا بحبها
بشكل خاص. وحتى لما انتجت تلفزيون نظرية الجوافة كانت نهت برضو بطلة معايا، والحقيقة هتفاجئكم في يوم للستات. فأنا سعيدة بيها لأنها فعلا موهوبة ومجتهدة جدا، وأنا بحبها بشكل شخصي يعني بعتبرها بالنوتي يعني. يمكن حضرتك تواجد دايما الفنان المصري بيكون واجهة مشرفة، حضرتك دايما حريصة أنك بتكوني متواجدة سواء حتى لو مش مشاركة بأعمال، أنك بتتواجدي تحضري تشوفي السينما. إلى أي مدى أستاذة إلهام دور الفنان يبقى كده أنه ممثل لصورته برا مصر وفي المهرجانات؟ احنا طول عمرنا نقول الفنان سفير لبلده وخصوصا في المهرجانات الدولية، فوجودنا ده وجود مصر يعني، في اسم مصر موجود وفي المصريين موجودين وبيشاركوا، مشاركين بأفلامنا، مشاركين بتكريم للأستاذ عزت العلايلي بالأفلام الأستاذ محمد خان والأستاذة هالة خليل، يعني في تواجد مصري جيد، وده شيء طبعا يعني مشرف لاسم مصر، ومهم جدا تواجد النجوم في المهرجانات الدولية. حضرتك عملت شوبينج في دبي ولا لسه؟ لسه هخرج بقى دلوقتي يلا.